مشاهدي الاو تي في، مساء الخير مجددا. حلقه جديده من رح نبقى سوا، برنامجنا اليومي مباشره بعد نشره الاخبار على الاو تي في. الليله حلقتنا رح تكون بعيده من السياسه ولكن على تماس مع السياسه، لانه بتتناول الشان الاقتصادي والمالي ولو بموضوع محدد بالشركات المتوسطه والصغيره الحجم. ضيوفنا بهذه الحلقه اول شيء رامي ابو جوده، نائب مدير عام شركه باريتاك، اهلا وسهلا فيك. الاستاذ قسطنطين سلامه، مستشار بباريتاك ايضا ومؤسس كومبوست بلدي ماركعون، اهلا وسهلا فيكم بالاو تي في. من وين بتحبوا نبلش؟ اول شيء في اجراءات على الطريق، تعذبتوا لتوصلوا لعنا؟ ابدا، كل شيء تمام. رايقه مع انه اليوم الرقم شوي بنقز، رقم كورونا اليومين يعني مزبوط. زايد الرقم بشكل كبير. خلونا بالاقتصاد والمال بداية، كيف شايفين الوضع؟ هيك لنبلش بسؤال عام قبل ما نفوت بالتفاصيل، مين بيحب يبلش؟ تفضل. كيف شايفين الوضع؟ يعني هل القصة بتميل للإيجابية أو للسلبية؟ يعني طننطلق امبارح رئيس الحكومة قال صلحنا السكة وبدنا نحط تراع على السكة. نحن متأمل أنه يوصل تراع على السكة، بس بفتكر في عنا نزلة قبل الطلع، يعني بالسيكل الايكونوميك على طول عندك نزله وبعدين طلع. بفتكر بعدنا نازلين شوي، بس بفتكر نحن كباريتاك عم نشتغل تنحضر الطلعة طلوع، وعم نشتغل مع الشركات الناشئه والصغيره والمتوسطه تنحاول نساعدهم قد ما فينا يكونوا هيك ريزيلينت، يقدروا يتحملوا هالضغط والصعوبات تنقدر ناخذهم لفوق. بس اكيد الوضع منه هين، الوضع كتير صعب على الشركات، على الموظفين، على اصحاب الشركات كمان تقدروا يكفوا العده. بعد في نزله اكثر من النزله اللي احنا فيها؟ انا بعتقد ايه، بدنا نوصل على الكعب نبلش نرجع نطلع. خبرية حلوة بأول الحلقة. أوكي، لا نحكي عن الشركات أو المؤسسات المتوسطة أو صغيرة الحجم. يعني بالاقتصاد اللبناني الناس بشكل عام اللي مش كتير متابعين دغري بيفكروا حكومة، مصارف، شركات كبيرة. أيام بينسوا إنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي يمكن ركن أساسي بالاقتصاد. بس خلينا نبلش، يعني تعرف شو، كيف نعرف إنه هيدي شركة متوسطة أو صغيرة؟ قديش عددها وشو دورها وبأي قطاعات بتشتغل؟ في عندك جاد، في عندك شيء 40,000 شركة تحت 100 موظف. كيف نقول بين الصغير والمتوسط الحجم؟ إنه بين 5 و50 وبين 50 و100. نأخذهم كلهم، في عندك 40,000. هن بيأسسوا 97% من كل الشركات المسجلين بلبنان. بس بس هيك إنه هن بيوصفوا 500,000 شخص، والنص مليون شخص بيعيشوا قد 2 مليون ناس. يعني الأساس بلبنان هي انه هالشركات تنجح، وهالشركات تأثرت كتير باللي ما صار بهالست شهور بين الأزمة وبين الكورونا وكل شيء، ولازم من كل بد انه نساعدهم، لانه اذا ما بنساعدهم البلد بيكون اتريسك. يعني هذه، يعني هن في عندك البنوك، عندك الحكومة، وعندك الشركات الكبار، بس الأساس هي هالشركات اللي تحت 100 موظف. طيب قبل ما نسألك كيف بدنا نساعدهم حكوميا وعلى صعيد الشركات الخاصة، شو هي المشاكل؟ يعني انه بنعرفها قصة الوظائف وقصة المشاكل المالية والى اخره، بس بدنا نحكي شوي بطريقة مفصلة اكثر. يعني المشاكل كيف نصنفها؟ نحن قعدنا معهم باريتاك، عملنا شيء 50 بسميهم وركشوبس بهالست شهور. بهالخمسين وركشوب تعرفنا على شيء 1500 رجال اعمال، وتعلم شو المشاكل. والمشاكل اذا بدك هن اول شيء ساعدونا تنمول حالنا، بدنا نحن البنوك ما عم تمولنا، ساعدونا ساعدونا لكيف فينا ناخذ الخدمات اللي عم نعملهم ونشوف غير اسواق غير بلبنان، ساعدونا بالاكسبورت، ساعدونا انه جيبوا الناس بيفهموا اللي عم نعمله وفيهم يساعدونا بافكار جديده، وساعدونا كيف فينا نستعمل التكنولوجيا لنميز حالنا من غير الشركات. هدول اساس تمويل، والموظفين اللي عندهم اياها ما بدهم اياهم يتركوا، بدهم اياهم يضلوا بهالبلد. كيف فينا نشجعهم تيضلوا بالبلد؟ لانه اخر شيء اللي بدنا اياها باليوم مثل ما بتعرف انه في عندك 40% من هالطلاب اللي عم بيتخرجوا ما عم بيبقوا، عم بيتركوا البلد. وعندك اللي باقيين هون 40% منهم شباب وبنات ما عندهم وهيدي يعني هيدي شيء مش معقول، ولازم من كل بد نساعدهم. كيف نساعدهم بالنسبه للمساعده للشركات اللي تحت 100 موظف؟ نعم. لنبلش، يعني المساعده في شق حكومي وفي شق خاص. خلينا نبلش الحكومه، شو مطلوب منها اليوم؟ الحكومه مطلوب منها تحاول تعمل شويه استقرار
وتجيب اذا بدك ال يعني اذا صار في عندنا استقرار، صار في بلان واضح، خطه واضحه عن كيف بدنا نرجع ننهض بالاقتصاد والفاينانشال كرايسيس تبع لبنان، هيدي بتجيب الثقه بترجع. متى ما جبنا الثقه صاروا الشركات بيقدروا يعرفوا من وين بده يبلشوا، صاروا بيقدروا يفكروا اكثر لقدام، ما عم نشتغل من اسبوع لاسبوع او من اسبوعين لاسبوعين، عم نفكر اكثر لقدام. بالخطط الاقتصاديه عاده بصير في دعم للشركات الصغيره والمتوسطه واوقات للكبيره، بصير بسمون بيل اوت، بسمون في كذا ميكانيزم بيساعدوا فيهم تقدروا يخلوا هالشركات محلها. فالحكومه عندها دور اكيد تخلي الوضع الاقتصادي والسياسي وال اذا بدك الاستقرار يكون اكثر واقع للاشخاص تقدر تشتغل. واكيد في خطط صرنا سنين ناطرينها بدنا اياها تتنفذ، خطط خاصه بالقانون التجاري، خطط خاصه بال the ease of doing business بنسميها بالانجليزي، في قصص بقانون العمل لازم تنشغل تنقدر نريح، في قصص بالتاكسيشن بدها تتغير، في كتير قصص بتقدر تساعد تنقدر ننهض بالاقتصاد وان شاء الله الحكومه تقدر تشغل. بس هلا بالمطروح حاليا لمستوا هذه التوجهات؟ اكيد هلا المشاريع التفصيليه بعد ما انحطت، بس في هذا الخط العريض موجود. يعني سمعنا بفتكر بهاليومين كان عم ينحكى انه السادر عم يرجع ينحط على الخط. بمشروع سادر في كان prerequisite، في كان طلبات من الاشخاص من الحكومات او الدول المساعده عبر سادر انه يصير في تحسين بالقوانين الاقتصاديه والشفافيه اكيد. بس اذا هالقوانين اللي خاصه بالقوانين التجاره والصناعه ونحط القصص على الخط المضبوط وكل البلان تبع ماكنزي اللي محطوط، اذا كل هدول عن جد الحكومة حطتها محلها تتمشي فيها بتقدر تنهض الاقتصاد بأسرع وقت ممكن، بس بدنا يقدروا يمشوا لقدام فيها. طيب بالنسبة لباريتك خلينا نفوت دغري بالموضوع، يعني باريتك شو عملت؟ بلشنا مسيو سلامة بالموضوع بس خلينا نفوت بالتفاصيل أكتر. أكيد، بس نعطيك لمحة سريعة عن باريتك. باريتك صار تقريبا 18 سنة هدفها الأساسي نقدر نخلي هالأدمغة بلبنان، يعني البرين درين اللي عم نخسره بلبنان، هالتصدير اللي منصدره بركة أفضل شغلة منصدره من لبنان هن الأدمغة unfortunately. بس هدف بيريتاك من الأساس من أول ما تأسست مع الجامعة اليسوعية هو أن نترك هالأدمغة بلبنان يقدروا يطوروا ويخلقوا شركات ناشئة تكبر من لبنان للعالمية. بآخر تأحكي بآخر ثلاث سنين اشتغلنا كتير على كذا بروجرام ببيريتاك تنقدر نطور كذا acts of development، منهم كفينا عن نطاق التكنولوجيا والمعلوماتيات، وصلنا مثل ما صرنا من أول ما بلشنا. قلعنا سكتر يلي هو الأجريكالتشر تكنولوجيز، التكنولوجيا بالزراعة، تقدر نساعد الزراعة بلبنان والمنطقة ككل تقدر تتقدم لقدام وتعمل انتجريشن للتكنولوجيا فيها. هلا حاليا مقلعين بروجرام تالي تخصه بالكلين تكنولوجيز، كمان كل شيء خصه بالمي، بالنفايات، بالطاقة المتجددة. وعندنا بروجرام كمان بيساعد الشركات اللي بنسميها social entrepreneurship يلي هن الشركات يلي بتشتغل على كل شيء خاصه بالsocial، شو social الاجتماعية تتكبر. بريتاك صار لها بتشتغل كتير على كل شيء خاصه development لهالشركات، يعني بنساعدها تكبر وتنمى شوي شوي. سو بنعمل coaching وtraining، بنعطيهم دورات، بنساعدهم بالتمويل، بنساعدهم يلاقوا اسواق عمل جديده، بنساعدهم بالترانسفورميشن او بيفوتينج. يعني مثل ما قال كونستانتان في كتير شركات هلا عم تلاقي حلول تتعمل سبستيتيوشن، تبدل البضاعه من الشام برا لاشاوين. لبنان بيستورد كتير، مثلا لبنان بيستورد كتير اشاوين من برا، في واللبناني بياكل كتير اشاوين، ليش ما بنصير نصنع الاشاوين مثلا بلبنان وغيره؟ هاي سبستيتيوشن للبضاعه اللي بنجيبها من برا. هالشركات اللي عندها افكار ومستعده تعمل بيفوت نحن بنساعدها تقدر تحول، تلاقي الاختصاصيين اللازمين تساعدهم كلهم تقدروا يتحولوا شوي شوي. نعم، بس في موضوع المؤسسات الاجتماعية، يعني شو بتفرق؟ يعني مش مؤسسة اجتماعية، شركة اجتماعية. شركة اجتماعية، شو الفرق؟ الفرق أنه هالشركة الاجتماعية عندها هدف تبغي الربح. سو عادة المؤسسات اللي لا تبغي الربح بالاجتماع منلاحظ أنه في كتير طلب انه هن بدهم مساعدات وما عندهم بزنس موديل تقدر يكونوا مستدامين سستينبل. بالشركه الاجتماعيه بيكونوا اصحاب الشركه هدفهم اجتماعي كبير، يعني اتليست 50% من هدفهم اجتماعي. اوكي، بس
البزنس موديل تبعهم، الطريقه اللي بيشتغلوا فيها، بيشتغلوا بطريقه انه يقدروا يمولوا حالهم عبر السيرفيسز اللي بيعملوها، بيقدروا يمولوا حالهم حول مساعدات من برا، بس منه اتكاليه 100% على الدونيشنز وعلى المساعدات. يعني للناس اللي ما يعني مش بتابع التفاصيل، مثلا كاريتاس تعتبر مؤسسه اجتماعيه، مؤسسه صح، بينما الشركه فينا نسمي اذا في شيء مثل براسك، في عندك اركانسيال، اركانسيال اركانسيال هي مؤسسه اجتماعيه. نعم. بس في عندك اركانسيال، في عندك شركات اجتماعيه بتجي وحده بتعمل تاخذ الميديكال ويست وبتعمل تريتمنت، هيدي شركه اجتماعيه موجودين، وفي عندك غير شركات. يعني من ميلي عندك المؤسسات الاجتماعيه، والميل الثاني عندك الشركات. الشركة الاجتماعية هي بتاخد ذات الأصول الفاليوز والفيجن تاع المؤسسة الاجتماعية، بس بتطبق الميثودولوجي والفريمورك كل شيء الشركة العادية. ليه؟ لأنه بدنا إياها تكفي. إذا المؤسسة إذا وقف شو بتعمل؟ بتسكر، وما بدنا إياهم تسكر، بدنا هالمؤسسات يكبروا، وهذا التركيز على الشركات الاجتماعية رح يكون أكتر وأكتر بلبنان. ومش بس هيك، لازم كمان بالنسبة للقانون إنهم يعترفوا فيها. في كتير بلدان حوالينا اعترفوا وعم بيساعدون تيأسوا اليوم ما في يعني بالقانون إنه تصنيف. هذه كتير مهمة كمان، ورح يكون هالثلاث أربع سنين. ليه؟ لانه عنا اليوم عم نحكي 25، كنا في 25% من اللبنانيه تحت الفقر، هلا عم نحكي على 50%. 50% يعني لبنان لازم دورهم. مين بيساعد؟ الحكومه اكيد رح تساعد، بس هالشركات الاجتماعيه عندها ريسبونسابيلتيز كثير قويه لتساعد الناس، بيكون الفلاح وبيكون غير شيء. ونحن مثل ما قال رامي ونجينا نساعد، ومارك هون ككومبوست بلدي هي مؤسسه اجتماعيه. هلا بدنا نساله لمارك. ايه. مارك عون مؤسس كومبوست بلدي. اول شيء شو للي ما بيعرف شو كومبوست بلدي، وكيف استفدتوا من الخبره اللي عم نحكي عنها هلا؟ كومبوست بلدي هي شركه اجتماعيه بتختص باداره النفايات العضويه على كذا صعيد، على المنزل مع البلديات وكمان مع المؤسسات الخاصه. واستفدنا نحن وقت اشتغلنا بالاكسلريشن بروجرام تبع بيريتك، انه قدرنا نطور شركتنا. اول شيء اخذنا انفستمنت من انجل انفستر، انه شخص بهمه الامباكت اللي عم جرب نوصل له. أوكي. عمل استثمار صغير لنأسس الشركه ونبلش ننظم حالنا. بعدين فتنا بالاكسلريتر لنحسن البزنس موديل تبعنا، طريقه العمل. معلش خلينا الكلمات نشرحهم شوي بطريقه ثانيه يفهموا، مش كل الناس تبع التقنيات. لا مثلا اكسلريتر شو يعني؟ انا بسالكم عليه، انا باخذها هيك بشكل طبيعي. اكسلريتر بروجكت شو يعني؟ اذا بدك مسرع اعمال. يعني عاده ناخذ شركه اوكي تقطع بمثل مخيم تدريبي. مخيم تدريبي، بهالمخيم التدريبي بتقطع فيه على مدة ماركة القطع معنا بمدة 12 شهر، ببلشوا بأول شهرين نعمل فاليديشن. بس هو خلينا كمان أسألك. يعني هو مارك أسس الشركة أو الهيدا قبل ما يأسسها، أو أسسها وبعدين إجا طلب المساعدة؟ في عنا هيك، في عنا هيك. أوكي. الهدف من مسارع العمل هو نقدر ناخد هالشركات بطريقة سريعة ونحاول نقطعهم، يقطعوا كل الفخوخ والأغلاط اللي عادة بيقطعوها الشركات إذا ماشيين لحالهم. منساعدهم على كيف يحضروا حالهم يقدروا يجلبوا استثمار، كيف يقدروا يستقبلوا نيو بزنسز، زبونات جديد، كيف يقدروا يطوروا ويحسنوا البرودكت او السيرفيس، السلعه او الخدمه اللي عم يعملوها للاشخاص اللي عم يشتغلوا معها. وبنقدر نعمل لهم، بنساعدهم تقدروا يكون عندهم الاكسبوجر، يعني يقدروا نقدر نفتح لهم بويب انه الناس يعرفوا فيهم، يعرفوا فيهم ويقدروا يكبروا معهم. اكيد في، ما بعرف مارك اذا في شيء ثاني. يعني بطريقه انه نحن عندنا اختراع معين، عندنا مشروع اوكي فكره طورناه، بس ما عندنا الخبره كيف كنت اداره شركه اذا بدك. فمن خلال المشروع قدرنا نفهم اكثر كيف نحط اسعارنا، كيف بدنا نكبر على مستوى البلد او كمان اسواق برا. قدرنا نطور اكثر من بسياسة انه بهمنا نكبر، وبنفس الوقت يكون عنا امباكت على عمليا الوقت. شو عملتوا يعني تنكون هيك؟ نحن اول شيء بلشنا بتركيب حاويات تحت البيوت بخلونا نعالج المواد العضوية بطريقة محلية. فهيدي اول جزء، انه عم نخفف المواد اللي عم تروح على المطامر، وبنفس الوقت يعني عم تاخذوا المواد العضوية على الكومبوستينج. صح. اوكي. عم نحط محطات كومبوستينج تحت البنايات.
أوكي. وعم بيخلي هالبيوت ينتجوا كومبوست بطريقه محليه وينتجوا هالكومبوست يستعملوه عندهم. كمان عم نشتغل مع بلديات انه ياسسوا محطات للفرز ويستردوا هالمواد العضويه كمان يعملوا لها معالجه. ونشتغل هلا كمان عم ناسس معمل لنقدر نعمل لم للمواد العضويه من المؤسسات الخاصه اللي بتنتج كميات مثل اسواق الخضره، مثل السوبر ماركت، مثل مصانع المواد الغذائيه. ناخذ كل هالمواد العضويه منهم نعمل منها كومبوست، نرجع نبيعها كمان من خلال هالسوبر ماركت والمحلات الكبيره. اوكي، فهو اساس الشغل اللي بنعمله. اول ما بلشتوا شو قالوا لكم بريتك؟ اول شغله بلشناها بدنا نبرهن انه نحن عنا سوق ممكن نوصل له. فاول شغله ركزنا عليها انه نعمل اذا بدك دعايه صغيره، نبلش نعمل احصاءات، نتواصل مع عالم ممكن تشتري المواد اللي بنقدمها او الخدمات اللي بنقدمها لنبرهن انه في طلب للي عم نجرب نقترحه. هي اول خطوه قبل ما الشخص يستثمر بتطوير الفكره اكثر او التكنولوجيا تبع الفكره وكل حتى تسعيرها كل هالتفاصيل. قبلها لازم نعرف هل ممكن يكون في طلب لنعرف اذا حرزين نحط هالطاقه على تطوير البيت. تاني خطوه هي بيساعدونا نلاقي خبراء بهالمجال. رحنا على هولندا كمان قدرنا نجتمع مع كذا شركه قدروا يساعدونا نطور التكنولوجيا تبعنا، وظفناهم لنعمل هالشيء من خلال تمويل اجينا من مشروع البريتك. بهالطريقه قدرنا نطور التكنولوجيا توصل لمحل جاهز لتنزل على السوق اذا بدك. فبهالطريقه استفدنا كمان. واخر جزء كان كو فاينانسينج. هون عم نجرب بريتك، تشجعنا نلاقي مستثمر، حدا مستعد مقتنع باللي عم نقترحه ومستعد يحط مصاري على هالمشروع. وبهالتشجيع بيكون عم بقول لك اذا بتقدر تامن مبلغ معين استثمار نحن حنساعدك بمبلغ مقابله كرمال تقدر تنفذ مشروعك وتتطور يلي هو اذا بدك السكيلينج فيز لشركتنا. السكيلينج فيز هيدي الحاله بالنسبه لشركه بطور التاسيس، بس في كمان شيء ثاني اللي الشركات اللي عم تعاني من مشاكل هلا. صح، اوكي، بنفصلهم عن بعضهم. فينا نفصلهم عن بعض. اوكي، هلا الشركات اللي اول شيء عملنا ورشات عمل، فالورشات عمل ما عملناهم بيروت. هاي بالنسبه لاي شركه؟ الشركات اللي عندها مشاكل موجودين، مش ستارت اب وعم تكبر. هذه شركات موجودين، ال 40,000 شركه اللي حكيت عنها، هدول عندهم مشاكل وبدهم نساعدهم يحلوا المشاكل. عملنا 50 ورشة عمل، وكل ورشة عمل كان في بين 50 و80 هدول رجال أعمال أسسوا هالشركات. جينا وكل واحدة يومين، مش ساعة ما ساعتين، يومين. يعني بيقعدوا منشوف نسمع شو المشاكل عنا إياها، منشوف شو المشاكل الأهم شيء، بعدين منشوف شو السوليوشنز كيف بدنا تو ادريس لنعالج هالمشاكل شو هن، ومنفرجيهم كيف غير شركات مع ذات المشاكل اللي عندهم اياها حلوها. وهيدي بتصير كثير قويه لانه بتصير بتساعدهم. اول شيء بتعطيهم السبورت والشجاعه انه في غير ناس بذات المشاكل وحلوها. اذا هن حلوها نحن فينا نحلها. نحن شو اللي عم نعمل؟ منفرجيهم كيف فينا نحلوها، منجيب الناس اللي حلوها خلون يهني يحكوا، وبعدين بنقعد معهم. يعني نحن هاليومين بعد اليومين خلصوا قسطنطين فينا نقعد معك ساعتين، بدنا نطبق هيدي كيفنا. هيدي بنسميها كلينكس، هيدي 1-on-1 نقعد معهم. ولكله في عملنا اجتمعنا مع شي 1500 انتربرنورز، منهم في شي 200 واحد اجوا لعنا وقعدنا معهم ونساعدهم كيف يطبقوا اللي تعلمناه سوا بشركتهم. ونقعد مثل ما قعدنا مع او تي في من سنتين زمان، قعدنا مع الاستاذ روي كلكون. يعني عملنا هالوركشوب سوا وعالجنا هالمشاكل سوا وانتو جبتوا الحلول سوا. يعني مثل ما عم طبقناهم مع او تي في عم نطبقها مع غير شركات هون ومش بس بالكوميونيكيشن، بالزراعه، بالسياحه، بالصناعه. يعني في عندك عده شركات وهيدا عملناه. ومع البانديميك بنعملها كلها فيرتشوال. يعني عندنا ويبينارز بنشتغل ذات الشيء منهم، وكمان الكنيكس نعملها كله بيكمز فيرتشوال بالنسبه هدول. وبعدين شو بيصير؟ بعدين اهم شيء لهم انه ساعدوني لحضر حالي، تمول حالي، وين التمويل موجود، ومنساعدهم يحضروا حالهم
وبنساعدهم نجيبهم قدام مين الناس اللي عندهم تمويل. واليوم بالحاله وبالكاسه في تمويل. هون انا كان بدي اسالك هلا، يعني هذا الشق النظري بالموضوع كله، عمليا اليوم انه في ازمه اقتصاديه وازمه ماليه وكارثه والدولار وكل هالخبريه، كيف يعني انه شو بينفع كل هذا الشق النظري اذا عمليا مش قادرين نطبقه؟ كثير بلش بالاكسلريترز وانا بكفي مع السيدرز. خلينا نبلش بالاكسلريترز. اكيد التمويل، في تمويل، في عده طرق للتمويل. في تمويل من صناديق الاستثمار اللي موجوده بالبلد، في منا بعد عندها استثمار ومستعده تستثمر. مع كل المشاكل الموجودين في حلول وفي opportunities، في شركات بفتكر بالكورونا قدرت تعمل أرباح كتير كبيرة، اللي بيشتغلوا بالسانيتايزر، اللي بيشتغلوا بالتنظيف وكل هيدا قدروا يبيعوا أرقام طائلة. بيشتغلوا بالزراعة ماشي حالهم هالأيام. لا مش طوله بالزراعة هلأ، زراعة عندها رهجة كبيرة هالأيام. مزبوط. وكتير مهمة لأنه بدنا نرجع زراعة لبنان، لأنه في مشاكل رح نقدر نواجهها ورح نواجهها كتير بالشتوية ولا قدام. ففي عندك مستثمرين مستعدين يفوتوا بقطاعات شايفين انه معقول تربحهم بعد شوي. ببريتك عندنا كذا طريقه تنساعد الستارت ابس بالمسارعات الاعمال، مثل ما قطع مارك، في عندنا تمويل اللي هو جرانتس، يعني هبه بنجيبها عاده من 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 شركه منح، من دوله منحه. مثلا بروجرامنا ممول من الدوله الهولنديه، في بروجرامات دوله من الدوله الامريكيه اتسترا. هالبروجرامات نحن بنطبقها على الارض، وحسب الشغل هالرائد الاعمال اللي عم نشتغل معه وحسب المايلستونز اللي عم يوصل له بنمول له بهبات معينه تقدر يكفي طريقه. الشركات الناشئه واللي عم تشتغل في عنا كذا طريقه مساعده لها. في عنا بروجرامات بنقدم لهم بنسميها بالانجليزي تكنيكال اسيستنس، يعني بنروح على الشركه بنشوف وين عندهم مشاكل، منشوف وين هالمشكلة وكيف فيها تنحل، منلاقي مستشار أو شخص خبير بحل هالمشكلة منجيبه ومنموله، بندفع له لهالخبير تيحل هالمشاكل. هيدا بتفتح الحلول لهالشركة، بتقدر تبيع أسرع، بتقدر تحل مشاكل اتسترا. وهيدا نوع من التمويل الاندايركت تقدروا الشركة تكبروا. في صناديق الاستثمار والتمويل اللي كونستانتان بيحكي عنه مثل سيدرز وغيره. نعم. هلا بس تحط بالجو، هالشركات لما في طالب تخرج من الجامعة وعنده فكرة وهالفكرة في بوتنشل الابتكار فيها وكل شيء، في عنا بنسميهم هاكاثون وايدياثون. شو بنعمل؟ نجيب هالكل الطلاب الجامعة مندربهم يومين، بيحضروا حالهم، بنقول لهم كيف، وبيعملوا بيتش انه، وبنعطيهم 1,000 2,000 3,000 دولار وهيدي منبلش فيها. من هيدول منكفي لوين؟ على الاكسلريترز اللي خبي اجري تاك والكلين تاك واللي مارك مرق فيهم. بعدين في عنا شو بنسميها البزنس انجل. بزنس انجل ناس مثلي مثل رامي موجودين، انه عشنا عملنا حياتنا وبدنا نساعد هالبلد. وفي بالاسسنا هالشركه اسمها سيدر، في 50 بزنس انجل موجودين. اي ام كابيتال صاحبنا نيكولا روحانا وكورين ايامي هن المسؤولين على، وهيدي كتير قويه. ليه؟ لانه التمويل بلشوا ب 5,000 بكفوا على الاكسلريتر بين 30,000 و 50,000 دولار، بس بعدين وين بدهم يجيبوا المصاري؟ لانه لتشوف للفي سي فاندز هي نص مليون وطالع، بين ال 100,000 و 300,000 دولار في عنا هالبزنس انجل وسميناها سيدرز. وهالبزنس انجل بلشت من شي 3 سنين، وهلا نحن الرابع فند اللي عملناها. وكل 6 جماع منشوف شركات، بيجوا شركات 3 4 5 وبيعرضوا علينا الافكار اللي عندهم اياها، وبيعرضوا علينا شو ونحن بنقرر اذا بدنا نمول امام من المول. هلا الجمعه الماضيه قررنا شركه اسمها كلين 2 او، هي بتعمل فلترز للمي، فلتر لانه المي اللي عندنا اياها منا كثير للشرب، وهن عندهم فلترز موجودين مصنوع بلبنان، الباتنت اللبناني، وهدول شباب من طرابلس اللبنانيه اسسوها ومولوا حالهم. مولوا لموا ال 100,000 دولار، لموا من 6 أشهر 50,000 دولار من غير فند. يعني التمويل اليوم
موجود بالنسبه للايديثون هاكاثون، موجود بالنسبه للاكسلريترز، موجود بالنسبه للسيدرز وهال البزنس انجلز الموجودين. شو هي البزنس انجلز؟ يعني الناس اللي عندهم مصاري وبدهم يمولوا هالشركات. لشو بدك تخلي مصاريتك بالبنوك؟ ما بتعرف اذا رح يكون في بيل ان ما رح يكون في بيل اوت. بدك تكون عم تشتري ارض على راسي وعيني، بتشتري شو اسمه ارض ثاني على راسي. بس في كتير منهم عم بيفكروا ليه ما منمول هالشركات، وهيدول عم نشجعهم عم نمردهم، وهيدول في هلا 50 وان شاء الله رح يكون في 100 و200 و500 بلبنان فيها. هذا الاسم اللي موجود بالوقت الحاضر. وفي عنا تراديشنال فند، نحن بلشنا كبيريتاك اول في سي فند من شي 12 سنه اسمه بيريتاك فند 1، اول واحد بلبنان وبالمنطقه الموجوده، وبلشنا بين ال 50,000 وال 200,000 دولار ومولنا شي 20 شركه، وشفنا انه هالموديل عم بينجح. هالشركات عم ياخذوا التمويل وهالشركات عم تكبر، ومش بس عم تكبر، نحن جينا ومولناه هون على قيمه قول 100,000 200,000 صاروا 400,000 ما 500,000، وغير ناس اجوا واشتروا الاسهم اللي نحن كنا عنا اياها بالشركه. هيك فينا ناخذ هالمصاري ونرجعه للجماعه اللي مولونا. هيدي البيريتاك فوند 1 بلشنا ب 6 مليون دولار، هلا بيريتاك فوند 2 فوق ال 55 مليون دولار بالنسبه، لانه هيدول موجودين ونحن مش الوحيدين، في غير فوندز موجودين. وال بي دي ال مع السيركلر 331 331 اللي هينت الوضع الحالي. يعني التمويل موجود، بس اهم شيء مش بس انه التمويل موجود، انه انتم حضروا حالكم لما توصلوا قدام اللي راح يمولكم بتعرفوا شو راح تقولوا، بتعرفوا كيف راح تقولوا. وهذا الاكسلريترز، كيف بدك تعمل البيتش تبعك، كيف بدك شو السوق تبعك، شو الميزات الزبون تبعك، كل هيدول بنشتغل معهم شهر شهرين ثلاثة اشهر. وبنرجع زيت الشيء امبارح واول امبارح كنا مع 11 شركه بالاجريتاك، 11 كل وحده بعد الثانيه، وكل وحده عندها ساعه ونص بتجي وبتعمل البيتش ومنقول لها هيدي ظابطه هيدي مش ظابطه، رجعوا وصلحوا لنا اياها ورجعوا بعد شهر. وهالبروسيس هيدي كثير مهم، لانه بتساعد هالشركات تا يحطوا الفاونديشن لهم تيكون يوصلوا على التمويل. خلينا نسال، بدنا ناخذ بريك، بس قبل خلينا نسال مارك، يعني عندك تجربه اليوم الظرف معروف شو هو، انه بتشجع غيرك اللي عنده هلا فكره او مشروع انه يفوت فيها؟ يعني هلا الظرف على سوقه مؤاتي انه واحد يطلق شغل جديد؟ بعتقد هلا في متمولين وفي يعني صح. في طرق معينه للتمويل اذا كان واحد عارف حاله شو بده على المزبوط. بعتقد هلا وقتها، لانه خصوصا هلا وقتها لانه في صعوبات بالوظائف وفي هالفرص التمويل اللي عم تجي لتساعد هالمؤسسين الشركات الصغار الجداد. اذا في وقت هو هلا، لانه بطل في الوظيفه الماكنه الثابته، تخلبط الموضوع هلا كله. هلا وقت واحد يستفيد من هالوقت يكون عم يجرب يأمن استثمار ليبلش يأسس هالفكرة. ممكن حدا يبلش أول 6 شهور يكون عم بيعملها بوقته الفاضي، يعني يكون عم يبلش يشتغل على الموضوع بوقت الفاضي إذا مش قادر يستغني عن وظيفته. بس هي فرصة لواحد مش بس يطلع بالمعاش 200 دولار كل سنة، بس يجرب يأمن حاله على المدى الطويل، يخلق اقتصاد محلي. وإيه أنا بعتقد هذا هو الوقت لواحد. يعني أي مجالات اليوم أكتر شيء برأيكم ممكن انه يصير في نجاح فيها؟ انا بفتكر في كثير اللي حكينا فيهم قبل، يعني الزراعه والزراعه اكيد والصناعه اكيد، بس بفتكر مثلا مارك عم يشتغل على الكومبوست، مزبوط التسبيخ. نحن اذا بتطلع على الاقتصاد، المزارعين كانوا يشتروا اسمده كيماويه، هالاسمده مستورده من برا بتنشرها بالدولار. اوكي، كنا بنعرف انه التسبيخ والكومبوست افضل للارض، بس العالم مش معود عليه. طيب مارك اذا هلا في يعمل ريسايكلينج لكل هالاورجانيك ستاف ويطلع كومبوست جودته مميزه ويبيعه للمزارع بكلفه اقل من ما كان يدفع حقه، السوق تبع مارك رح يكبر 10-12-20-30 مره وغيره وغيره. وبين عن مارك وبين مع غيره الزباله الريسايكلبل، الازاز، البلاستيك، الحديد، كنا نشتريه على الدولار 1005، هلا بدك تجيبه من برا، جاك جيب بالب للورق من برا 4,000-5,000 ليرة الدولار. هلأ قيمة الكرتون والطلب على الكرتون والريسايكلينج صار كتير أهم للصناعيين.
سو في اوبورتونيتيز كثير كثير للزراعه وحده للرينيوبل انرجي الطاقه المتجدده عندها كثير بوتنشل مع كل مشاكل البنزين البترول والكهرباء اتسترا سو في اوبورتونيتيز بالبلد كبيره اذا حدا مثل مارك عنده هالفكره انه انا في اعمل شيء وغير يعني بدك المايند سيت بدك الافكار للشخص يكون مستعد تلاقي الحلول من المشاكل هو غريب اصلا عم تقول عن قصه الكومبوستينج هلا انه هلا مع الجو الزراعي المستجد بلبنان على يوتيوب واحد بيعمل شويه ريسيرش بيطلع معه انه كل الاجانب بيعملوا كومبوستينج حد البيت والى اخره نحن كانه مكتشفين شيء جديد هلا صح صح هو منه اكتشاف جديد بس بنفس الوقت هلا الناس صارت واعيه كفايه تاخذ هالخطوه ونحن اللي عم جرب نعمله هو نساعدهم يوصلوا لهالمحل بالنسبة للاستيراد عم نحكي ب 42 مليون بالسنة بس كيماوي بيفوتوا على لبنان غير عن 4.8 مليون كومبوست فهول لحالهم اكيد حيكون عن كومبوست ونحن اللي عم يطلعوا عنا ممكن نحولهم لكومبوست عم نكبهم اكيد نحن عم نصدر كلفة بيئية واجتماعية واقتصادية على الدولة على الناس بدل ما يكونوا ثروة فيمكن قبل كانت اصعب لانه ارخص واحد يستورد هذا الوضع اللي نحن فيه خلينا جبرنا نجرب شيء جديد وشيء صحي اكثر وسليم اكثر نعم خلونا ناخذ بريك ونرجع نكمل القسم الثاني من الحلقه مشاهدينا فاصل وبنرجع لها رح نبقى سوا مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم من جديد بحلقتنا بنذكر انه ضيوفنا بهذه الحلقه نائب مدير عام شركه باريتك رامي ابو جوده اهلا وسهلا فيك سيد قسطنطين سلامه مستشار بالشركه ومارك عون مؤسس كومبوست بلدي اهلا وسهلا فيكم لنرجع للاسئله العامه بالاول يعني هالفتره اللبنانيه كل يوم عم يسمعوا اقتصاد راعي اقتصاد منتج بدنا ننتقل من الراعي الى الانتاج يعني الشركات الصغيره والمؤسسات المتوسطه الحجم وين دورها بهذا الموضوع خليني أقول لك وين دورك؟ خليني أقول لك جاد الشركات في عندك بلبنان شركات منتجة وشركات تجارية وشركات سيرفيسز يعني خدماتية بس في عندنا قطاعات بلبنان منتجة كمان كتير مهم نحط الضوء عليها ما حكينا عنها كتير قبل هن القطاع النولج إيكونومي قطاع المعرفة التكنولوجيا في عندنا بلبنان قطاع معرفة كتير قوي في عنا شركات بتشتغل من هون بتبيع سوفتويرز لبرا بتشتغل مع شركات برا بتشتغل على ابليكيشن لبرا بتشتغل على انترنت اوف ثينجز وسوليوشنز لبرا هالشركات كتير مهمة نقدر ندعمها ونكبرها بلبنان وبريتك مثل ما قلنا هيدا البريد اند باتر هيدا شغلنا الاساسي هو التكنولوجيا ومساعد الشركات فيها التكنولوجيا سو هيدا قطاع من القطاعات الانتاجية اللي كانت بلبنان واندعمت مدة عبر مصرف لبنان بالسيركل 31 بس عنده بوتنشل انه تكبر وتوظف كتير عالم القطاع الثاني اللي عنده كمان هو اللي بنسميه فريلانسينج وريموت ورك يلي هو كمان هلا بين بعد الكورونا انه عنده كتير بوتنشل يكبر يلي هو قطاع الاشخاص اللي بتشتغل من بيتها لشركات برا او برات البلد وهيدا قطاع فيه كتير بوتنشل بلبنان لأنه المهندس والأرشيتكت والكاد درور والجرافيك ديزاينر والكمبيوتر بروغرامر كل هالأشخاص فيها تشتغل ريموت ورك لبرا وفيها تجيب مصاري لجوا في عنا شركات صارت كتير من شركات التكنولوجيا اللي هلأ متعسرة لأنه كانوا زبونتها نوكيا أو شركات محلية والاقتصاد ما عم يبرم عم ترجع تطلع على كيف فيها ترجع تعمل دولبة للتايب اوف سيرفيس طريقه الخدمات والسيرفيس اللي عم تعطيها لبرا تتقدر تلاقي زبونات لها برا يعني في منهم عم يشتغلوا سب كونتراكتين غير شركات في منهم عم يشتغلوا سوفت وير ديفلوبمنت لشركات برا وهيدا كمان الدوله عندها دور كتير كبير تتقدر تدعم هالتنوع والتشكيل والتغيير لهالشركات تتقدر تكفي وتستمر وتقدر تجيب وتصدر هالسوفت وير سوليوشن اللي ما عندها جمرك ما عندها وجع راس وما عندها كل هالمشاكل فيها تقدر تفوت فريش ماني على لبنان تقدر تفوت فريش دولار على لبنان تقدر تشغل اكثر طاقات سو هيدا قطاع الصناعه والزراعه اكيد كلنا عم نسمع فيها وكلنا عم نشوف انه بدها دعم في كتير شغل تينعمل بهالسكتر تنطوره اهم شيء هو كيف فينا نزيد الابتكارات والانوفيشن بقلب هالشركات كيف فينا نخليهم يكونوا اكثر متقدمين أكتر كومبتيتيف متنافسين مع شركات برا الكلفة تبعهم طوطة الانتاجية تعلى وهذا افتكر دور عم نشتغله مع شركات صغيرة ومتوسطة كتير بلبنان تنقدر نساعدهم
يتخطوا المرحله بالذات الوقت بس تقطع الشركات تقطع بمراحل صعبه. اول شغله بيعملوها بيرجع بتطلعوا على 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 الانترنال بزنس كيف بيشتغلوا سوا من جوا وكيف ينحسنوا ويطوروا. في اوقات بيضطروا يطيروا موظفين مزبوط بس هيدا وقت منعوزة تنقدر نرجع نجدول طريقة العمل ونرجع نكبر ونوظف أكتر. فبفتكر في شغل كتير بنعمل بهالقطاعات نقدر نساعد فيهم ونكبر الاقتصاد اللبناني. طيب بالنسبة للدعم كمان ماركت عم تحكي عن انه الدعم خصوصا بموضوع الضرائب يعني يصير في اعفاءات ضريبية مثلا لتشجيع صناعات مش صناعات مؤسسات معينة بمجالات محددة انه تشتغل. كمان وين دورة هيدا؟ كنا عم نحكي عن الشركات الاجتماعية يعني هون عم نحكي عن شركات عم تعمل خدمات عم بتغطي اللي الدولة ما عم تقدر تغطيه يمكن صحيح. ففي استفادة للجميع نوعا ما. هو الشركات عادة لأنهم بيبغوا الربح بس منهم مركزين أكتر شيء على الربح أصعب يقلعوا عندهم صعوبات أكتر يقلعوا بالأول وبنفس يعني بدهم نوع من هالمساعدات وبنفس الوقت يم بياخدوا شوية استثمار زيادة ليوصلوا للنتيجة ليكونوا مستدامين على المدى الطويل. فاللي فيه يصير هو انه المستثمر الخاص شخص مثل كونستانتان او اللي استثمروا فينا فونداسيون ديان لنشجعه اكتر لهالشخص انه يعمل استثمار بهالشركات الاجتماعية اللي عم تتأسس يكون في تسهيلات على الضرائب اللي عم يدفعها هالارباح اللي عم يستثمرها بهالشركة. يعني هون عم نشجعه بدل ما يحط المصاري مثلا بالبنك او يبعتهم لبرا او اي شيء تاني انه في تسهيلات هون اذا بيستثمرهم مع هالشركه. وعندنا عم نحكي عن شركه بهمها تكبر مش بس على صعيد منطقه على صعيد البلد بهمها تكبر على صعيد المنطقه على صعيد العالم. حتى في كتير شركات بلبنان مش كتير يعني كم شركه قدروا يوصلوا لسوق عالمي مثل رودي اللي كانوا من خلال بيريتاك كمان. حتى شركتنا مركزة على جزء انتاج محلي لهالكومبوست مساعدة البلديات لمعالجة النفايات العضوية بس كمان عنا جزء عم ننتج مستوعب لنقدر نسوقه بأوروبا هو فيه جزء براءة اختراع وهدفنا يكون الشركة من هون عم تقدر تسوق هالسيستام اللي بنبيعه مع السيرفيس التكنولوجي سيرفيسز اللي بيجمع مستوعب للكومبوستينج يعني هو مستوعب للم المواد العضوية للم المواد بيساعد انه نقدر نضمن نظافة المواد اللي عم تطلع اللي عم بتنلم. نعم اللي قال مارك كتير راح اعطيك فكرة اللي عم بيصير بلبنان. في عنا تمويل شركة تمويل اسمها اي ام كابيتال وانا حكينا عن سيدرز. هلا كيف بيشتغلوا؟ انا كسيدرز بيجي بحط المصاري. هلا اذا خسرنا كل المصاري في عنا سيفتي نت انه 50% من كل شيء اللي حطيناه من جيبتنا جارانتيد. هيدا البراكتيكال انه الحكومه فيها تساعد لانه عم تعمل هيك الناس بيقولوا لا اكيد بدنا نمول وفي عنا بنتعلم بنعرف شو اسمه وبنحط وبعدين عنا تامين لانه عنا 50% ما رح نخسرها. شو ما يصير بالبلد بالشركه بضل موجودين هيدي. اما ثاني انه في قروض مش بس القروض اللي عنا مش بس منح الجرانتس في عنا القروض وهالقروض يجوا ونعمل ماتشينج. الحكومه بتجي الحكومه البريطانيه اليوم عم تعملها اسمها البروجرام ليب بلبنان. انت بدك تلم ولم لميت 100,000 دولار هن بيجوا بيعطوك 50% منها مش كقرض بس كجرانت كمنحه الموجوده لك. هيدول افكار فينا نطبقها نحن نشتغل مع الحكومه ونشوف كيف فينا نطبقها تنشجع اللي بيمول يجي ويمول اكثر. وفي عندك غير في عندك الدياسبورا الموجوده برات لبنان والدياسبورا بدها تساعد وبتحب تساعد الشركات اللي مثل شركة مارك ومثل في ان احنا مولنا شي 150 شركة على بيريتاك لوحدها هالمدة العشر سنين وبدهم يساعدوها. هالدياسبورا مع اللبنانية اللي بدهم يمولوا ومع الحكومة الموجودة اللي بتعمل اللي بتحط الاساس والستركشر هيدي بتكون فكرة منيح بنشتغل ثلاثة سوا. هيدول افكار تنشجع التمويل لهالشركات. هلا بعد بدي اعطيك افكار كشركات. هلا مارك فينا نجيب لك كل جمعه واحد في تاني بالزراعه اسمها الفيرتيكال فارمينج.
هذه الفيرتيكال فارمينج رح تولع. فيرتيكال فارمينج اللي ما عنده ارض يعني اللي ما عنده ارض انت عندك بالبنايه على السطح اللي بدك اياه بتحطها على البلكون اللي عندك اياها بتعمل. والفيرتيكال فارمينج الناس بدهم كثير مهم لهم لانه بيعرفوا شو الكواليتي وكل شيء. هذه فكره واحده في شركه بالاجريتاك عم تعمل فيرتيكال سمارت لاند. في ثاني شركه عم تعمل بالطب، ما حكينا عن الطب، كل الهيلث تك كثير مهمه. انا كان بدي اسالكم هلا بازمه كورونا كل يوم كان يطلع اختراع جهاز تنفس والى اخره، بس انه بقيوا هيك اجهزه صورناهم على التي في وحطيناهم بس ما تطورت لشيء ثاني. هلا في عنا شركات بهال شركه واحده اسمها كارجر دياجنوستيك، صاحبنا زياد هو اللي اسس الشركه من شيء 7 سنين. وهالشركه شو بتعمل؟ بتعمل هارت مونيتورينج، انه بتحط المكنه، انا استعملتها، بتحطها على جسمك، ما بتحطها مثل ما بالتراديشنال يوم واحد، بتحطها شهر والشهر، وبتعمل اونلاين مونيتورينج على مده شهر. وهو الوحيد بلبنان والوحيد بالمنطقة. وين عم بيبيع؟ عم بيبيع بأبو دابي، عم بيبيع بدبي، عم بيبيع بأمريكا. وين الموظفين؟ بلبنان. يعني عم بياخد هالموظفين مهندسين وبروغرامرز وبروجكت مانجرز وبيشغلهم هون، وعم بيعملوا عنده الباترنت وكل شيء بالسوفتوير، بس عم بالزباين برات لبنان مش بلبنان. وهيك وفي كتير افكار مثل مثل ما زياد عم بيعمل بلبنان، لازم ننقيهم، لازم نشوف، لازم نساعدهم يجوا، كيف نعطيهم كل السبورت الموجودين تيكبروا. وهلا قبل لوحده و95% كله شو فريش موني جاي من برا وعم بيدفعوا له بال شو اسمه. وين الكوست تبعه؟ كل الكوست تبعه لبناني، لبنانيه تخرجين جامعه، اشتغلوا سنتين ثلاثه اربعه. وهدول الناس اللي عم بيشوفونا على التلفزيون، انه يكون طالب اما يكون انتربرينور موجود، يجي لعنا عنده فكره، وفي بنقعد معه بنشوف شو الفكره، بنشوف كيف فينا نساعده تيكبر الفكره، مثل ما عمل مارك، مثل ما عمل زياد، مثل ما عمل محمد ورمزي بالكلين تو او. وهدول عنا فوق، يعني انتم بتشتغلوا هيك، اذا حدا عنده فكره حابب يلتقي بياخذ موعد بشي، يعني بتحكوا انتم وياه وبنشوف وين بتشوفوا اذا القصه جديه او مش جديه. واذا جديه القصه بنشوف، اما بهاكاثون اما ايديازون يومين وبنشوف. بل في شيء 100 واحد جاي، من ال 100 واحد بنقي شيء 30، هال 30 بيقدموا على الاكسلريتر، ومن الاكسلريتر بيجوا لعنا على البزنس انجل، والبزنس انجل بيروحوا على الفي سي. يعني عنا الايكو سيستم موجود وعم بيشتغل وماشي وللتمويل. حرام ما ناخذ، وبالحاله وبالكل الازمه اللي عنا اياها هيدا كتير مهم، لأن لازم الناس ما يوقفوا الأمل، لأن إذا وقفت بالأمل ما تسي. وفي إمكانيات، ومعقول ما بعرف إذا كل جمعة بس كل شهر منجيب تاني، ومثل مارك بيحكوا عن الشركة وبيحكوا عن هذه فكرة، بس بيني وبينك ما حدا سمع. أهلا وسهلا فيكم. نحن بالعكس بنحب كاو تي في نضوي دايما على هذه الأمور اللي مش كل يوم نحكي عنها أصلا. نعم. بس تميز على الصبايا من كونستانتين، لأنه عندنا كمان وومن انتربرينور بريتش، هاي كل سميهم شباب، ما حكي غير عن شباب لارا وصباح وغيرهم من الصبايا. في عندنا صراحة بلبنان عندنا برسنتج الوومن انتربرينور، النساء رائدات الأعمال بالتكنولوجيا، أعلى من نسبة رائدات الأعمال بالتكنولوجيا بأمريكا مثلا. ببروغراماتنا عندنا تقريبا بالبروغرام الحالي اللي عم نشتغل عليه بالاجري تك، عندنا فوق ال 25% من الفاوندرز مؤسسين الشركات نساء. كمان مهم نضوي على الشغله، مهم نضوي انه بريتك عندنا كذا بروغرام نشتغل عليه تنحفز النساء تفوت على نطاق العمل، تخلق شركات، تشتغل بشركات وتدير شركات. وهيدي شغله كثير مهمه للاقتصاد تبعنا، لانه باقتصادنا عندنا بس 26% من القدره النسائيه بتشتغل بالحقل العمل. وبفتكر اذا فينا نزيدها هيدي لل 50% نسبه الانتاج البلد تعلى تقريبا. في كثير قاعدين بالبيت مش غلط اذا هيدا تشويس تبعهم، بس بفتكر في كثير فيهم ينجوا من البيت. وبفتكر اذا فينا نشتغل على قانون العمل جاد تيكون اكثر فلكسبل، كثير عالم بتشتغل كمان. هيدا الشغل اللي مثلا البلد بيحمل تغيير، بس مثل هول القصص اللي لها طابع قانوني. يعني عندكم تصورات محدده ولا هيك افكار عامه؟ يعني لا، في عندنا تصورات، في عندنا بنسميهم وايت بيبرز. بتحكوا مع حدا بالدوله؟ بتتواصلوا مع حدا؟ عندنا تواصل بالوزارات المعنيه. من يومين كنت برئاسه مجلس الحكومه، من اسبوعين كنا بوزاره السرايا. يعني
بالسراي. اوكي بالسراي كنا بالسراي من كنا عم نحكي عن القصص اللي حكينا عنها الريموت وركينج والمشاكل اللي عم يواجهوها الشباب. كنا عم نحكي عن التمويل, كنا عم نحكي اوكي عن بس هونيك مين اللي بيسمع هاد الامور؟ هلا لهيدا الاجتماع كان معنا مستشارين لرئيس مجلس الحكومه, المستشار الاقتصادي ومستشاره الاعلام كانت موجوده تسمع وتضوي عليها. من اسبوعين كنا مع وزير الصناعه دكتور حب الله, مع نخبة من بيدي تاك ومستشارين وتنحكي عن كل القطاعات اللي عم نشتغل فيها وكيف بيقدروا يساعدونا ويشتغلوا معنا. وعادة على نطاق الحكومات اللي قبل, يعني وزارة الاقتصاد على تواصل مع وزارة الصناعة, تواصل مع زراعة, تكنولوجيا, التليكوم, كله عندنا تواصل معهم كتير قريب. في شغلة كمان كتير مهمة عم نشتغلها هو تحفيز الجامعات يقدروا يخلقوا يعملوا commercialization للريسيرش. شو يعني؟ نحن مثل ما قلنا النولج ايكونومي, النطاق المعرفي او قطاع المعرفه بلبنان معلق كمان بالقدره انه الجامعات والباحثين يقدروا ياخذوا البحوث تبعهم ويحولوها لبرودكت او سيرفيس بينباع, اي بي بنسميه intellectual property. بلبنان ما عندنا هالتحفيز بالجامعات, هلا بلش. في عنا كم جامعة حطت القوانين اللازمة كرمال تتحفز هالأساتذة والباحثين تقدروا يطوروها, واشتغلنا على مدة سنة تقريبا بدعم من الاتحاد الأوروبي تنطلع بيبر كتير واضحة كيف نساعد هالجامعات يقدروا يشتغلوا تطوروا هالقطاع ويقدروا يخلقوا. لأنه إذا بتطلع على الدول النامية في investment كتير كبير على research and development. ليش؟ لأنه هيدا اللي بيخليهم يكونوا غير عن البلاد اللي بتستقطب أصلا بتشتري غراض اتسترا, ما بيطوروا هن التكنولوجيا والديفلوبمنت تبعهم. سو هيدا كمان نطاق عم نشتغل عليه كتير, عن نطاق كيف فيهم هالجامعات يقدروا يطوروا ويحسنوا. حاليا كان عنا 4 أيام بوت كامب ل بفتكر 10 ريسيرشرز بي اتش ديز من الجامعات عم يشتغلوا على كذا بروجي مع خبير انترناشونال عم يشتغل معهم. وبنشتغل عن نطاق الحكومه, هالشغل اللي عملناه عرضناه كمان بالسراي بس طلعناه, وجبنا كذا وزارة وكذا جامعة يجتمعوا شوط يشوفوا كيف هالقصص ده تنشغل. يعني بريتك تشتغل كمان كتير على اللي بنسميه الماكرو ليفل, كيف نقدر نحسن الايكو سيستم او الانيبلينج انفايرمنت, بيئة العمل اللي بدنا نشتغل الانيبلينج انفايرمنت, بزنس انيبلينج انفايرمنت. صح, معك بدك تقول شيء؟ بس على هالموضوع انه مع الجامعات نحن عملنا بروجرام واشتركنا بكذا بروجرام اساسين وكذا جامعه وين بناخذ تلاميذ عم بيعملوا الاتيود دو فاناني او التيست تبعهم, بنكون عاطينه الموضوع نحن عم نواجهه كمشكله بجزء من التكنولوجيا اللي عنا اياها او البزنس موديل حتى, وبكون هو مثل بده يجرب يلاقوا حل اذا بدك بظرف 3 شهور مع اشراف من البروفيسور اللي عم بيعطيهم هذا الصف المعين. فبالنسبة لنا نحن نكون عم نستفيد من خبرة هالبروفيسور ومساعدة هالتلاميذ, وبنفس الوقت عم نجهز الجيل الجديد اللي ممكن يصير موظف عنا أو شريك معنا أو يأسس شركة من هول الشركات اللي عم نحكي عنهم, بطريقة أنه في استفادة للجامعة للبروفيسور بنفس الوقت لهالتلاميذ اللي ممكن يصيروا يتشجعوا على يخلقوا حلول جديدة. نعم. بدك عندك تعليق على الموضوع ولا ننتقل على الصورة؟ على الصورة ننتقل على الصورة. سارج بليز إذا فينا نحط الصورة. أوكي صارت على الهواء الصورة. هيدي شو الصورة؟ ستيبس لشو هولي؟ هيدي إذا بدك جاد هيدي الطريق اللي عادة بيقطع فيها رائد الأعمال من أول ما تجي الفكرة للتمويل تبعه. سو عادة وكيف نحن فينا نساعده ببيريتك أو بالإيكو سيستم تبع الانتربرنورشيب بلبنان عادة. سو عادة من بنبلش بمرحلة اسمها بري ستارت اب اللي هي الايديا فيز, الوقت اللي الشخص بتضوي اللمبة بتقول انا عندي فكرة, عندي مشكلة لقيتها حابب حلها. وهيدا عادة بس يقطعوا فيها الشباب والصبايا, نحن بنحط لهم المشاكل قدامهم اللي بكون عندنا اياها مجمعينا من السكتر اللي عم نشتغل عليه من هيدا, يا هن بيجوا بفكرة لعنا بيقطعوا بي وركشوبس وايديشن وهاكاثون. وهيدول عادة ويكندات 3-4 ايام بيكونوا فيهم منخرطين او في منه ما بيناموا كل الليل تيلاقوا الحلول ويقدموا الحلول تبعهم. بعدها نقطع على الريسيرش, بيشتغلوا على كيف فيهم يلاقوا شو موجود بالسوق, اذا حلوا الحلول تبعهم
غير عن سوق في عندهم ديفرنشيشن. بس انا بدي اعزم ممكن تقرب الميكرو شوي. لا خليك مرتاح بس الميكرو قربوا شوي عليك لانك عم تقرب مشان السوق. اكيد. سو الشقفه اللي وراها هو كيف يقدروا يشتغلوا على يفهموا شو السوق اللي طالبوا منهم ويشتغلوا على شيء بنسميه الام في بي اللي هو المينيمم فايبل برودكت، هو الحل يلي فيهم على القليله يفرجونا انه هالحل له سوليوشن له وصول بنقدر نوصل منه لشيء ثاني. بعدها بيشتغلوا على تاسيس الفريق لانه كلنا بنعرف انه واحد لحاله ايد واحده ما بتزقف. سو عاده على طول بنطلب من الرائدين الأعمال يكونوا عليه 2-3-4 لأنه ساعتها بيساعدوا بعضهم بيشتغلوا مع بعضهم. بعد ما يكونوا أسسوا وأكدوا أنه البزنس خرج وصار عندهم إكيب عادة بيأسسوا شركة، من هالشركة اللي بتتأسس ببلشوا يأسسوا البرودكت والسيرفيس تبعهم، منساعدهم بتطويره. عندنا ببريتك شيء اسمه فاب لاب اللي هو ديجيتال فابريكيشن لاب، بيقدروا يطوروا البروتوتايبس تبعهم، فيه مكنات ديجيتال ليزر كاتر سي ان سي 3 دي برينترز الكترونكس، بيقدروا يطلعوا برودوي كامل من عندنا ببريتك. بعدين بيروحوا بيجربوا هالحلول اللي عندهم اياها بالسوق، بيلاقوا زبونات بيشوفوا معهم شو بده تطوير الحل، بيكفوا فيه بيقلعوا البزنس تبعهم، بيجيبوا تمويل، من هالتمويل بيقدروا يأسسوا ويكبروا، بعدين بيكبروا الفريق تبعهم وبياخدوا أكتر تمويل وبيقدروا يبيعوا أكتر. هلأ في شغلة كتير مهمة أنه هيدي الطريق منا طريق وحدة، يعني في كتير أوقات بننط من مرحلة تانية أو مقطع مثلا بيكونوا بلشوا بريتاك راحوا عن إنكيوبيتر تاني بيرجعوا بيجوا لعنا على التمويل and so on. والطريق ابدا ما انه طريق جاهز، افتكر كل واحد مؤسس شركه بيعرف قديش في طلعه ونزله ممكن يقولوا انه هاو ستيبس انه قصص بديهيه يعني اكثرتهم ايه. بس كثير مهمين بس يمكن وكثير اوقات جاي كثير مهم نقولها كل بديهيه بس ما بتنعمل يعني ايه. ومثل ما قال مارك، يعني مارك بركي هو مهندس عنده خبره كثير قويه بالتطوير بس ما كان عنده خبره اداره الاعمال. هلا مارك هلا داير اكيب تاخذ العقل وافكاره على طول حلوه، بس في اوقات اذا ما قطع بهالمراحل مع انكيوبيتر في كتير اغلاط بيغرق فيها وبيستثمر بشي غلط او بيعمل قصص غلط. الاشخاص اللي بتتابعون لهالرائدين الاعمال عبر هالجورني هالمراحل بتساعد كتير انه يقطعوا مشاكل كتير بسرعه وباقل كلفه ممكنه. طيب انا بدي اسالك استاذ سلامة عن الشركات اللي عندها مشاكل، يعني اذا بدنا ما عندنا صوره مثل هيدي بس اذا بدنا نمشي ستيب باي ستيب شو بتقولوا لهم للشركات اللي عندها مشاكل هلا خصوصي هلا من وراء الكورونا ومن وراء يعني من بعد الازمه الحاليه؟ اوكي هلا رح جاوب على السؤال، بس في كثير من هالشركات نحن عن ما حكينا عن كوتس كوتس بالزراعه، في عندك شركات موجودين وشركات كبار، في منهم صغار، في منهم في عن قد ايه بكوتس 30 شركه تقريبا 40 بيجتمعوا سوا بيحكوا سوا بيشوفوا شو البيست براكتسز اللي فيهم، في عندهم كمان وركشوب موجودين بيقعدوا معنا وان اون وان بيسس. يعني هاد الشركات ولازم نعمل هال سميها كيف بتسميها سنتر اوف اكسلنس، كيف بتقول سنتر اوف اكسلنس بال تجمع شركات هدفها تتطور وتحسن حالها. اللي عم يحكي عنه كونستانتين هو تجمع شركات بتبتكر بقطاع الزراعة والتموين والتصنيع الغذائي، في بقلبها شركات صغيرة متوسطة وكبيرة وانترناشنال كلهم بيشتغلوا مع بعض يقدروا يشتغلوا مع بعض ويحسنوا طريقة عملهم، يحسنوا الشغل بين بعضهم، كيف يشتروا من بعض، يساعدوا بعض، يبيعوا لبعض، ومنجيب لهم خبرة يتعلمون يتدربوا يقدروا يكونوا أكثر كومبتيتيف، يفتحوا أسواق لبرا. فالأساس بهذا الكلاستر أو التجمع هو أنه هالشركات تفتح لبعضها، بتخبر مشاكلها، بتتعلم من بعضها. وهيدي شغل ما عنا اياها كثير بلبنان، بلبنان عادة كلنا بنخاف على اللي عنا منبين بس الصورة الحلوة. سر المهنة. مش سر المهنة بس مشاكلها كمان، نحن بالكلتشر اللبنانية على طول منبين انه نحن منيح وكله تمام وكله بجنن، بس تفتح لغيرك وتخبره مشاكلك التقنية اوقات بتلاقي حلول من تاني ميل، بيقول لك انا قطعت بشيء قريب منه، بفتكر هي معقول ساعدك. وهالتقارب والتواصل بين بعض تقدر تفتح كتير بواب لقلهم تيتعلموا بعض ويفتحوا لبعض ويبيعوا بعض ويبيعوا لبرا. وهالكلاسترز اما كيف تسميها بالعربي المجموعه ما بدنا اياها بس بالزراعه، لازمنا بالصناعه، لازم بالطب،
لازم بالسياحة، وهيدول كتير مهمين. وهون الحكومة كمان عندها يعني مسؤولية فيها، لأنه بتخل... هلأ بس يعني بالإذن يعني حتى هلأ بموضوع السياحة، يمكن الشركات اللي بتعمل سياحة داخلية هلأ أيامها كمان، لأنه هلأ ما في سفر. مزبوط، مش بس أيامها، في ما حكينا فيها، بس في كتير مصاري جاية على البلد. هلا رامي ما بيحب يحكي عليهم، بس جايين على البلد وراح يكون في مشاريع كبار. جايين من وين؟ جايين من عده بلدان اللي بدهم يساعدوا، لانه بيشوفوا الحاله بلبنان بدها مساعده. واذا الحكومه عندها صعوبه بالوقت الحاضر لتمول كل هال، لانه في كثير بدنا تمويل، مش بس ب 20 مليون اما 30 مليون، عندنا حاجه ل 500 اما لمليار دولار لنشجع هالشركات اللي حجمها تحت ال 100 موظفين. وهالمصاري جايه تيساعد الشركات الصغار وبالزراعه بالسياحه الوقت الحاضر، انه بالصناعه كيف فينا نصدر اكثر الموجودين بالطاقه الشمسيه وكل شيء. هدول في عندهم افكار انه اذا بدكم تنجحوا نحن بدنا نمول، بس بدنا نمول بكل هالشركات مثل شركه مارك بالنسبه للسوشيال امباكت اللي عندهم اياه هون. هدول في كثير اليوم انترست بالنسبه لل الحكومات برات لبنان بدها تساعد البلد. هذه مهمه ان نفكر فيها، لانه بدنا نعطي، لانه جايين تنساعد هالشركات وبنعملها من ان ستراكشرد واي. هلا شو السؤال؟ كنت سالتك انا عن يعني عملنا ستيب باي ستيب شو بنعمل لشركه جديده. اوكي، لشركه حالتها عاطله شو بنعمل؟ بتبلش بذات الشيء، بس بتغير، بنسميها جاب اناليسيس، بنشوف هالشركه شو المشاكل، نقعد مع الموظفين، نقعد مع المؤسسين الشركه، بنقول لهم شو المشاكل، بيقولوا لنا مشكل 1 2 3 4. كثير منيح، بهالمشاكل شو اهم مشكل اللي عندكم اياه؟ هذا المشكل كثير مهم. طيب اوكي، شو رح نعمل تنحل هالمشكل؟ وبنجي بنشتغل سوا، مش بس نحن عم نعطيهم. نحن عملنا هال اكسرسايز عملناها 100 مره مع غير شركات، يعني بنعرف وتعلمنا من غير شركات اللي عم بيصير، وشفنا من الشركات اللي نحن مولناه هون كيف فينا نتعلم. وبس اهم شيء مش نحن نعطيهم بنقول السمك، من اهم شيء انه لازم يعني نعلمهم كيف يعرفوا. وهدول بتصير بالكلينكس اللي عنا اياها معهم. بنبلش بالجاب اناليسيس، بعد الجاب اناليسيس بنشوف شو الريسك كاتيجوريز اللي عندهم اياها، بعد بنشوف شو الحلول اللي عنا اياها لكل هالريسك كاتيجوريز، وبعدين بنشوف كيف بدنا كل شهر نقعد معهم ونشوف شو اللي صار، شو اللي نجح، ليه ما نجح، ليه تاخرنا، شو اللي يصير. طيب اذا اجتكم حاله ما في منها امل، بتقولوا له دغري؟ اكيد. شو بتعملوا؟ لا لا، في اكيد، لانه انت ما بدك تضيع وقتك وما بدك تضيع وقت وفي كثير شركات ما في امل. اذا ما في امل بس اسمه بنشوف، اذا ما في امل بنشوف شو الازبط شيء، اما بنسميها تو ري انفنت، انه بتختلق حالك، لانه في كثير اوبورتونيتيز موجودين هلا عم بيطلعوا بالكورونا وكل شيء. بنقول طيب وقفتوا هيك، وقفوا هيك، بس في غير مجال، وشو هالمجال؟ هيدي بالاسم كيف بنقول الكرايسيس موجوده بالسينه، عندك كلمتين، عندك كلمه في خطر، بس عندك كلمه تانية انه في اوبورتونيتيز. كيف بتقول الاوبورتونيتي؟ الفرصه. اللي عم بقول لكل المؤسسين الشركات، في فرصه، كل واحد منكم عنده فرصه. شو الفرصه اللي عندكم اياها؟ فكروا فيها، اذا مش اكيدين تعالوا عنا، نحكي معكم وبنشوف مع بعض شو الفرصه اللي عندكم اياها، وبناخذ هالفرصه وبنطبق شو الرامي طلب منا بالنسبه لنشجع وهالفرصه اذا في عندك ابتكار فيها، الانوفيشن عندك اياها، اثنين سوا، الفرصه والابتكار وعندك التمويل حواليها، بتنجح. انه اذا انت عندك الاراده وعندك اذا بشوف مارك وبشوف رامي، اثنين كانوا يشتروا يروح برات البلد. وليه بقوا هون؟ ليه؟ بدنا كثير من مارك ومن رامي يضلوا بهالبلد ويكبروا هالبلد. ليه؟ لانه عندهم هالباشن اللي عندهم اياها، لانه عندهم هالابتكار اللي فيها، وعندهم هال كيف نقول السوشيال امباكت، الاثر الاجتماعي. برافو عليك، الاثر الاجتماعي الموجودين. وعم نشوف هالكومبينيشن بين الابتكار، الاثر الاجتماعي، الاوبنس بالتفكير اللي عندك اياها، ونحن بنحب كثير نشتغل مع هيك الشركات. يمكن كلمه السر بالموضوع هي الابتكار، انه يكون في شيء جديد، مش انه واحد جاي عم بيطرح فكره في مثلها 1000 فكره ثانيه. ابتكار كثير مهم.
مش بس للشركات، انا بقول للحكومه وللبلد. الابتكار لازم نغير اسلوب التفكير اللي عنا اياه، ما عم نقوله للشركات بس عم نقوله لازم نغير هالاسلوب. وكيف بنغير؟ نحن بنسميها ديزاين ثينكينج، انه بنشجع انه نشوف شو الحلول الموجودين، مش بس نضل نعمل زيت الغلطه ونرجع نعملها بعد سنتين وبعد خمس سنين. هذه اول شيء. ثاني شيء كثير مهم، الشفافيه. الشفافية انه لما بيحكوا بيقولوا لنا شو بنعرف، شو ما بيخبوا تحت الطاولة انه هيدي مش ماشي. شفافية، وهيدي كتير مهمة للشركات وكتير مهمة للبلد وللشركات. هيدي تاني شيء. تالت شيء لازم يقولوا عن اذا شو المشكلة ونحن شو وظيفتنا. انا وظيفتي انه باخد المراية بحط قدامك وبتأكد انه انت بتطلع بالمراية وبتشوف شو اللي ماشي وشو اللي مش ماشي، واذا مش ماشي كيف بدنا نصلحها. بس المراية حتى قدامك، ولازم حدا يحط مراية مش بس على الشركات كمان على البلد، ونتأكد انه بنعرف يعني الخطة منيحة. بس اهم شيء بالخطة انه عنا الناس الماكنين تيطبقوا هالخطة، وعنا الشفافية تنشوف وين وصلنا. عم نعمل ذات الشيء مع مارك مع كل الشركات. مسؤولية نسميه accountability، هو مسؤول. وإذا ما نجح في حدا بشركته مسؤول كمان. بنشوف كل شهر نقعد معهم وبنشوف شو اللي صار وليه ما زبط. والمسؤولية كتير مهمة، شفافية المسؤولية كتير مهمين لتالي ينجحوا، لأنه الخطة مهمة. بس أهم من الخطة إنه كيف بدنا نطبق الخطة. ما بعرف إذا جاوبت. ونعرف مين عرق التطبيق. وهذه كتير. أو مين فشل بالتطبيق. مين فشل بالتطبيق. وإذا فشل بالتطبيق شو بدنا نعمل؟ معقول الزلمة مش هو الزلمة، معقول إنه مارك هو أسس الشركة وكبرت الشركة، بس معقول هلا يروح ويعمل شركة تانية ونجيب حدا تاني ومارك يقبل بالفكرة. إنه في كتير ما بيقبلوا إنه لا أنا هون أنا أسست الشركة وبدي كفي مع الشركة. بس نحنا مننقي الناس اللي بيفكروا هيك وبيشوفوا إذا إيه في حدا تاني في يعمل الشغل وبيعمل أحسن مني، أهلا وسهلا فيه. أنا المساهم الأكبر واحد، بس إذا في واحد تاني في يجي. وهيدول الأفكار مش بس للشركات، مش بس لتحت المية الموظف، للشركات الكبار وللحكومة. إنه شفافية، مسؤولية، وتنشوف وين وصلتوا وشو صار، تنقدم ونتعلم من الأغلاط اللي عملناها وعادي منطبقها هيك بالشركات. نحن بعد معنا دقيقتين ثلاثة، إذا يعني خلينا نشوف بعد عندك شيء بتحب تقوله ما حكينا عنه بالحلقة. يعني بس بدي أقول لهم للشباب وصبايا، بعرف الوضع صعب على الكل، بس مثل ما قال كونستانتان، بالكرايسيس بالمشاكل عندك اوبورتونيتيز، عندك فرص معقول تفتح قدامك. يتطلعوا برات الحجر اللي عندهم امكانيه يتعلموا، يشوفوا قصص اونلاين، يفوتوا على بروجرامات موجوده عند بريتك وعند غيره. نحن هون شغلتنا ندعمهم، هيدا مسؤوليتنا، هيدا واجباتنا. سو اذا في عندهم افكار بدهم يتواصلوا معنا، نحن موجودين تندعمهم نساعدهم ونقدر قد ما فينا نوصلهم اذا هن بيمشوا معنا. نعم. هذا بالنسبه لنا. بس بدي عن موضوع الابتكار، قلت انه هذا اساس الموضوع، بس كرمال ما نفكر هاي كلمه السر. ابتكار يعني تكنولوجيا هي مرات الابتكار. لا قصدي فكره جديده، انا يعني ممكن تكون شغله انه نلاقي فرصه بسوق ما كانت موجود قبل، او طريقه عمل جديدة بتخلينا نفتح سوق غيرنا ما قدر نوصل له. يعني الواحد مش ضروري يكون عم بيخترع شيء جديد. واخر شغلة بدي اقولها، انه اي شخص عنده الارادة وقادر يحط وقته على هالتطوير، في استثمار ناس مستعدة تحطها، وفي سوق، وفي ناس مثل كونستانتان يلي ما عنده اي استفادة مني، كل جمعة بقدر اتواصل معه جرب يساعدني كيف اطلب من المستثمر تبعي، ناقش مع المستثمر تبعي كيف حط حالي كشركة لأتطور. في كتير ناس مستعدة تعطي وقتها وخبرتها، سنين خبرة مجانا، بس ليساعدوا منظمات مثلنا يوصلوا لمحل يقدروا يفيدوا البلد. فالكل لازم اللي مستعد، هي فرصة كتير كبيرة انه يوصل لمحل كمان على مستوى شخصي. نعم. مش سلامة، ختام معك. ختام. الأزمة، نحن بالأزمة، الأزمة بلشت بس الأزمة رح تخلص. يعني في عندها بلشت وتخلص، وكل البلدان اللي حوالينا فاتوا بالأزمة. مصر فاتت بالأزمة، قبرص فاتت بالأزمة، اليونان فاتوا بالأزمة، تركيا فاتت بالأزمة، سوريا ما بدنا نحكي لأنه بس كل منهم كل واحد فات بالأزمة وطلع من الأزمة أقوى.
اذا هن فينو يطلعوا نحن كلبناني يعني مش معقول ما نتعلم من هالازمه وبنطلع وبنطلع اقوى ومور فوكس انه بنعرف وين بدنا نركز. وكل واحد منكم عندكم سبيشالتي اما كور كومبتنسي شو هي ركزوا عليها ونحن هون تنساعدكم تتكبر الفكره. يسلموا. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم استاذ رامي ابو جودي نائب مدير عام شركه باري تك، مسيو سلامه مستشار بالشركه، ومارك عون مؤسس كومبوست بلدي. اهلا وسهلا فيكم. نحن ناطرين منك شكرا. كل شهر او كل جمعه؟ كل شهر جبنا كل شهر جبنا حاله يعني قصة نجاح جديدة نحكي عنها نحن وياكم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. هم نوصل لختام حلقة رح نبقى سوا، خليكم معنا دقائق منكم مع حلقة جديدة من برنامج حقك بإيدك مع زميلي باسكال بطرس.